شهدت الأسواق العراقية خلال السنوات الأخيرة انتعاشاً كبيراً في تدفق السيارات الأمريكية بأنواعها المتعددة والمختلفة، وذلك بسبب المواصفات والتقنيات العالية التي تتمتع بها، إضافة إلى تصاميمها وألوانها الجميلة وضخامة المحرك. وجدت أقوى سيارات بالأمريكية اللي هي الموستنج، فاقتنيتها وزودتها على إيدي ودخلت بها بطولات الحمد لله والشكر، وحصلت على المركز الثالث على مستوى العراق بال 2017. تتمتع السيارة الأمريكية بالمتانة القوية، ومن ناحية وجود إيرباك، من ناحية وجود منظومة ABS للتوقف. بعض الشباب من عشاق السيارات الأمريكية قاموا بإنشاء مواقع عبر شبكة التواصل الاجتماعي خاصة بهم، فيما لجأ البعض إلى تشكيل جروبات وفرق لمالكي السيارات الأمريكية يتنافسون فيما بينهم في سباق السرعة والحركات البهلوانية كما هو الحال في هذا الفريق. الجروب الشكل واللي صار جروب رياضة السيارات اتبع النادي CCM، لجنة رياضة السيارات في محافظة النجد الأشرف اللي تابعة لوزارة الشباب والرياضة. طبعا فريق CCM فريق يعني يكمل السيارات الرياضية ويشمل سيارات رياضية أمريكية. يقول أصحاب معارض السيارات أن الطلب على السيارات الأمريكية يتصاعد يوما بعد آخر رغم ارتفاع أسعارها، كما أنها بدأت تنافس ما مطروح في الأسواق المحلية. يجي الأنواع بيهن، يجي 8 ويجي 6، هسا عندنا RT، عندنا بعد تجي واحدة SRT، تجي ذيك مثلا هاي مثلا فول مواصفات، هسا مثلها يجي الفول مواصفات ما تقر عادي، ومحاوطة دار مدارها بالإيرباك كرزانة كمتانة بيها، يعني فرق عن الخليج وعن الكوري، يعني متانة فرق هواي. تدفق السيارات الأمريكية إلى السوق المحلية بهذا الكم الهائل يعود إلى المتغيرات في الذوق المحلي وبحث المواطن عن شروط المتانة والأمان التي تتميز بها الصناعة الأمريكية، إضافة إلى ارتفاع دخل الأفراد الذي دفعهم لاقتناء الأفضل. لا غرابة، هناك يعني توجه نحو السيارات الأكثر يعني حداثة، وهذا يأتي أيضا أنه من الأمان اللي توفرها هاي السيارات. رواج كبير للسيارات الأمريكية تشهده السوق العراقية نظرا لمتانتها ومواصفات الأمان العالية التي تتمتع بها، على عكس السيارات الصينية والإيرانية الرديئة. من الديوانية ميثم الشباني، الحرة.